ردة الفعل على الأهداف الثلاثة وعلى مطالبة بضرب الجزاء تجاوزت كل الحدود مع وقوع خطأ على فهد عودة من يوسف عمر يلي استحق البطاقة الصفراء، فشتم حكم المباراة بشير أواسي يلي بادر لرفع البطاقة الحمراء. المطاردة لأواسي وصلت للمقر الإداري لنادي العهد ورفقها محاولة اعتداء على المصورين قبل ما تتدخل القوى الأمنية والجيش متأخرة لحسم الأمور، وبالتالي توقفت المباراة. يلي حصل معيب ومهين لكرامة إنسان قبل ما يكون حكم، وهالمهزلة يلي بطل نادي عم تتكرر بطولته على أرضه وخارج أرضه بحاجة لعلاج جذري وحاسم من قبل الاتحاد.